عناوين جرائد اليوم بجريدة المغرب وعلى خلفية دخول أزمة التحوير الوزاري أسبوعها الرابع قالت إنه يتواصل اللعب بالدولة ومؤسساتها جريدة الصحفة اليوم وفي افتتاحيتها تساءلت منيا الرزقي أليس منكم رجل رشيد؟ وفي مقال آخر تحت عنوان في انتظار عودة صاحب البريد قال لطفي العربي سنوسي ما هكذا تورد الإبل السيد مدير التشريفات برئاسه الجمهوريه سلم هذا الكتاب الساعه الى صاحب البريد ليسلمه بدوره الى المرسل اليه ولا يعودن الى القصر الرئاسي الا بعد ان ياتي معه بما يفيد التسلم اثر التسليم جريدة لابريس فتحت ملف تراجع الثروات البترولية في تونس تحت عنوان عندما تجتمع العوامل الطبيعية والبشرية ولاحظت تسجيل انخفاض الانتاج بعدد من الحقول النفطية خصوصا حقل البرما أحد أهم الحقول بانخفاض بين في وحقول آدم بنسبة 37% بالمائة وصدر بعل بنسبة 13% بالمائة. وفي ملحقها الاقتصادي توقفت لابريس عند ملف الاقتراض في زمن الأزمة وخطورة هذه العملية جريدة لوتون علقت على رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة قالت إننا ندخل عالما سرياليا فوق الواقع وفيه تسمح السياسة بكل الضربات خارج إطار الأخلاق لو تساءلت على خلفية نتائج سبر الآراء بالنسبة إلى قيس سعيد والدستور الحر لماذا وكيف؟ كما توقفت لو عند بلوغ نسبة خطيرة وعالية من البطالة في حدود 17.4% من السكان النشيطين الثلاثية الأخيرة من 2020 تقريبا ولا الثلاثية الأولى لا, لا الثلاثية الأخيرة من 2020 وصلنا ل 17.4% رقم يخلينا نشوفوا نراجعوا السياسات نتاعنا في خصوص التشغيل والتعويل على خلق مواطن الشغل والاستثمار والتنميه داخل البلاد مش نبقاو في العواصم الكبرى فقط. وفي موضوع اخر اهتمت لو كوتيديان بالبناءات الآيله للسقوط والتي تتطلب 53 مليار لانقاذ الثروه المعماريه في قلب العاصمه. لو كوتيديان <applause> لاحظت ايضا التراجع الكبير في عدد التاشيرات لدخول فرنسا بالنسبه للتونسيين بسبب كوفيد 19 كما عادت لو كوتيديان الى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين امس في يوم سعيد عبد المجيد بالإذاعة الوطنية وتأكده أننا قد نفقد 50% من الصابة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات وتكلفة الإنتاج عموماً لا شكرا للكوتيديان وشكرا لكل صحفنا الوطنية اللي تذكر مصدر التصريح وأشارت أن التصريح هذا كان في الإذاعة الوطنية البارحة في يوم سعيد فشكرا لكل زملاء جريدة الشروق قالت أن المشيشي التف على فيتوس عيد وأن أزمة التحوير تتعمق الشروق أشارت من جهة أخرى إلى طرق تونس باب الفضاء انطلاقا من روسيا يوم 20 مارس المقبل من خلال أول قمر صناعي تونسي بكفاءات وطنية جريدة الصباح تحدثت عما وصفتها بالرسالة السلطانية مؤكدة أنها فولكلور سياسي وكوميديا سوداء تعكس واقع البلاد وحكامها وتساءلت هل صدق سعيد عندما قال أشعر أنني من كوكب آخر رسالة السيد رئيس الجمهوريه للسيد رئيس الحكومه مه. اللي مررنا لقطه في سمعناها ما سمع ولقطه ايضا في الفيديو نعم. وفي الصباح ايضا ووفق منصه بيانات امريكيه مدينه تونس في المرتبه 266 عالميا في مؤشر الجريمه مه. الصباح حاورت المخرجة كوثر بن هنية مخرجة فيلم الرجل الذي باع ظهره الذي تم ترشيحه في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 2021 وأعتقد لأول مرة ندخل للمسابقة هذه يعطيها الصحة كوثر بن هنية وإن شاء الله في حد ذاتنا تتويش أما إن شاء الله نحلم بالأوسكار يلا ونختم هذه الجولة بجريدة الرياضة التي نحيلها إلى زملائنا بقسم الرياض هذه جريدة الرياضة, جريدة الرياضة. واضح شكرا لك يا